لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم صافا، إن شاء الله راكم ملاح. مبروك عليكم بالنسبة للناجحين، ولي مازالوا ما جابوش الباك مازالت العوامل قدام إن شاء الله، وكوراج ما تفشلوش. موضوع اليوم نحكيكم على تخصص الشبه طبي. الموضوع اللي راه يدور اليوم بزاف هو أكثر تخصص شيوعا واختيارا في وسط الطلبة، كونه التوظيف راح يكون مباشر، يعني تنتهي من فترة الدراسة مباشرة تذهب إلى العمل. تابع لقطاع الصحة وفيها عدة تخصصات. شبه طبيون تكوينهم يكون لمدة 3 سنوات، ما عدا الساشفام قابلة تكون 5 سنوات، لزاد سوانيون 2، والتخدير والإنعاش كذلك 5 سنوات. بالنسبة لتخصص التخدير والإنعاش قبل يدخلوا باراميديكو ESP، وبعد 3 سنين يكملوها يزيدوا خبرة 3 سنوات، ويعودوا يشاركوا في مسابقة يدخلوا التخدير يكملوا 2. أما الأعوام القادمة إن شاء الله راح تكون في الاختيارات يقرأوا 5 سنوات كما الساشفة. بالنسبة لرتبة ATS أتسوانيو مساعد ممرض يكون دراسة فيها 2 فقط، يكون العمل في معاهد وطنية أو خاصة، يتحصلون في نهاية التكوين تاعهم على ليسانس مهنية يمارسون من خلالها نشاطاتهم في مؤسسات استشفائية راح تكون عامة أو خاصة في المستوصفات في المخابر وغيرها من ذلك حسب التخصص المختار. معدلات القبول بالنسبة للشبه الطبي تختلف كل عام، والعام تاعو يختلف معدل القبول للشبه الطبي من ولاية إلى أخرى ومن عام إلى عام كذلك. فمثلا ممرض في الصحة العمومية ESP في ولاية الصيف وصل حتى 15 العام الماضي، في ولاية أخرى قد تجد أقل حسب الطلب عليه، ومعدل القبول يختلف من تخصص إلى آخر. بالنسبة تاعو في الشمال ترتفع بالنسبة إلى الجنوب. تخصصات اللي راح تكون كاينه في الشبه الطبي، اولا ممرض للصحه العموميه ESP، المدلك الطبي كينيزي ثيرابيست، المخبري في الصحه العموميه لابو، الخبير في الصحه العموميه، مختص التصوير الطبي الحركي، مقوم بصر في الصحه العموميه، محاضر الصيدلاني، مصمم اجهزه تقويم العظام، مختص في التغذيه في الصحه العموميه نوتريسيون، قابله ساج فام، ونضيف لها ليزانستيزيست أمارسبي. نظام التدريس في الشبه الطبي، لغة التدريس راح تكون فرنسية. بالنسبة لطريقة التدريس فهي لا تختلف عن النظام المعمول به في الجامعة، حيث يوجد محاضرات لTD أعمال موجهة، ويوجد TP أعمال تطبيقية أين تطبقون ما درستموه، طريقة حساب معدلات نفس طريقة المستعملة في الجامعة، سيستم LMD بحيث يتم تنقيط على الامتحانات لفالياسيون كتابية وتطبيقية، وأيضا لزيكسبوزي البحوث. المنحة الجامعية راح تكون 4000 دينار جزائري، 400000، وما تقلقوش في أغلب الأحيان رايحة تبطى عليكم شوية، ثم ديروا حساباتكم. نفوتوا الأجر القاعدي والله بعد ما تحصلوا على الشهادة إن شاء الله. الأجر راح يكون 3200 كبداية كحد أدنى، أو أكثر حسب المنطقة اللي تعمل فيها وحسب التخصص تاعك كسعر قاعدي. وهناك منحة تسمى بالمردودية تقدم كل 3 أشهر، قبل كانت كل 6 أشهر، وحاليا ولات كل 3 أشهر، تقدر ب1.5 مليون دينار جزائري. لكن أجر القابلة ساج فام راح يكون أكثر من تخصصات أخرى في المردودية، هي كذلك مع ليزامارسبي ليزانستيزيست. المردودية موجودة في قطاع التربية كذلك الأساتذة. شعبة تقنية رياضية وشعبة تسيير واقتصاد غير معنيين بشبه الطبي، تم حذفها منذ 2. وصلنا لطبيعة العمل في الشبه الطبي. والله بعد ما يتخرج الإنسان من الباراميديكال معدل راح يكون من 6 إلى 8 ساعات في اليوم بنظام تنوب 24، ترتاح 3 جور 3 أيام. ما عدا تخصص الراديو راح يكون هو المليح كامل في الروبو، معدل العمل أقل والعطل أكثر، وذلك لتعرضهم لخطر الأشعة، لازم تكون عندهم روبو بزاف باش يعودوا ديكاجو لريون لي هزوه. توضيح بالنسبة لتخصص الشبه الطبي، يتم وضعه في بطاقة الرغبات الجامعية الخاصة بك عندما يفتح موقع التسجيل الجامعي تجده، في حال ما سمح معدلك بذلك سيظهر في بطاقة الرغبات. والحصول على هذه التخصصات يكون حسب الطلب عليه
معنى ذلك معدل القبول، ويتحدد أيضا حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة. بالنسبة لشعبة أدب وفلسفة ولغات أجنبية، التخصصات التي يمكن اختيارها في الشعب الطبي يكون معدل القبول فيها ما بين 12 حتى 13 هي كالآتي: 1 مساعدين اجتماعيين في الصحة العمومية، 2 مساعدين طبيين في الصحة العمومية باستثناء لزيتسواني ومساعد ممرض الذي يشترط فيه مستوى السنة الثالثة ثانوي لأولوية شعب. الأولوية راح تكون شعبة علوم تجريبية، ويتم القبول فيه باجتياز امتحان، راح تكون أكيد طبعا مسابقة اللي راح نتكلم عليها إن شاء الله في المواضيع القادمة. وصلنا لنهاية الموضوع، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله تكون كاين تفاعلات إن شاء الله في تعليقات. نستنى منكم جيم وبرداج لقناة، واستنونا في المواضيع القادمة إن شاء الله يكون كاين جديد. وأي أخبار عن الشبه الطبي راح تجدونها في باراميديكال ديزاد توب، والمواضيع القادمة راح تكون حسب طلب تاعكم. نتمنى لكم أمسية ممتعة إن شاء الله، وتهلا في رواحكم.